لو ما اتفرجتش على اخر جزء من اجزاء ريبانزل هتلاقيني سايبه لك اللينك تحت في الوصف، روح اتفرج عليه، وبعد كده تعال اتفرج على ملخص اول حلقه من مسلسل يوميات ريبانزل. بتبدأ الحلقة مع ريبانزل وهي بتدور على باسكال، بس بتقدر ان هي تلاقيه وتخش الأوضة جوه، بس بتلاقي ان الساحرة الشريرة اللي كانت خاطفاها واللي هي بتعمل نفسها ما موجودة. تقول لها ازيك يا حبيبتي عاملة ايه، ماما رجعت، وبتطلع عليها الصخور السوداء اللي كانت في الجزء اللي فات، واللي بتفضل تطارد ريبانزل لغاية اما ريبانزل بتستخدم شعرها وشعرها بينور بطريقة مذهلة، ولما الست الشريرة بتشوفه بتقول لها احنا هنرجع البرج تاني مع بعض يا ريبانزل، ومحدش هيقدر ياخدك مني تاني ابدا. فريبانزل بتتخض، بيطلع كل ده حلم، وريبانزل بتقوم وهي منكوش. بعد كده بتروح تقابل كاساندرا وبتقول لها ان هي لازم تقول لي يوجين على ان هما خرجوا من المدينه، بس كاساندرا بتحذرها وبتقول لها ما تقولوش، عشان احنا عارفين ان كاساندرا ويوجين مش بيطيقوا بعض. فكاساندرا بتقول لها ما تقولولوش اي حاجه، بس هوبا بيخش يوجين وبيقول لهم مش عايزين تقولوا لي ايه. فريبانزل بتقول له ده موضوع حساس، بيقول لها حساس وراح تقولي لكاساندرا ومش بتقولي لي انا؟ ده كاساندرا دي عيله بارده ومتلجه. فكاساندرا بتقول له مهما عملت مش هنقول لك برده، انت فتان ما يتبلش فوقك فول. فبيسيبهم وبيروح هو ماكس عند اصحابه الحراميه بقى، وبيقعد يقول لهم مين عنده سر عايز يقوله لي، انا كاتم الاسرار بتاعت الناس كلها. وعلى جانب اخر بتكون ريبانزل قاعده مع كاساندرا اللي بتقول لها احنا هندور في الموضوع ده لوحدنا، وبتقول لها ان هي عارفه ساحر. فريبانزل بتقول لها اوبا عنده عصايه وعنده طاقيه بيطلع منها ارانب، فكاس بتقول لها ان هو لا مش كده. فبيتفقوا ان هم هيروحوا يقابلوا الساحر هما الاثنين، ونرجع ليوجين اللي قاعد بيسمع اسرار الناس، بس فجاه بيشوف ريبانزل وكاساندرا وهما ماشيين، فبيودع الحرامية وبيمشي هو وماكس ورا كاساندرا وريبانزل، اللي بيكونوا وصلوا لقلعة الساحر وبيفتحوا الباب، ولما بيخشوا بيطلع ان في فخاخ شغالة لغاية في الاخر لما بتطلع حاجة وبتلزقهم في الارض. وفي الوقت ده من بره بيكون يوجين قاعد بيراقبهم وبيحس ان هم اتأخروا جامد. وبنرجع للقلعة وبنلاقي ان الساحر اصلا بيطلع عيل صغير اسمه فيريون، هو مش ساحر ولا حاجة، هو بس بيستخدم الكيمياء بذكاء. وبيقول لي ريبانزل انا عارف ان انتي الاميره، وانا عارف برضو ان شعرك رجع فجاه، وفي ناس كتير بتقول ان هو سحر بس انا مش بامن بالحاجات دي. فكاساندرا بتقول له سحر مش سحر ما يهمنيش، لو الكلام ده طلع بره انا هنفخك. وبيبدا فيريون ان هو يعمل تجارب على شعر الاميره علشان يعرف هو رجع ازاي، بس يوجين بره بيكون هيولع ومش مستحمل كل التاخير اللي هما اتاخروا جوه ده، وبيسيب ماكسيمس ويمشي. وماكسيمس بتحلى في عين التفاحه الحمراء دي، ولما بيروح عشان ياكلها بيطلع اندفخ برضه وبيلزق في الارض هو والحصان اللي معاه. وبنرجع لريبانزل اللي بتجرب تغني بس شعرها مش بينور تاني، فبنعرف ان هي مش هتقدر تعالج اي حد تاني، فبيبداوا يعملوا اختبارات على شعرها علشان يدرسوا الخواص بتاعته. ومن واقع خبرتي بقول لك ان دي مش اختبارات، لا دي كيف تدمر شعرك وتبوظه في ثانيه. برافو عليكي، خلصنا اول اختبار، اتبقى لنا 86 اختبار تانيين. ولما بيجوا يخشوا عشان يعملوا الاختبار التاني واللي هو بتاع المنشار ده، بس فجأة بيخش عليهم يوجين وبيحاول ان هو يوقفهم، وبيقول انت بتعملي ايه عندك يا ريبانزل. ولما فيريون بيشوف يوجين بيقوله انا من اشد المعجبين بيك يا فليم رايدر، انا معايا صورتك وكمان قريت كل الكتب بتاعتك. ويوجين عمال يقوله ده مش انا، انا سرقت الاسم من الكتاب بس. ففيريون بيقوله فكك من كل الهري ده، تعال عشان عايز اوريك السر بتاعي. فيوجين بيقوله سر، انا جاي معاك وش. فلما بيوصلوا بيحسوا بهزة ارضية بتحصل، فبينزلوا القبو عشان يستكشفوا ايه اللي حصل. ولما بيوصلوا للمختبر فيريون بيعرفه على المادة الكيميائية بتاعته اللي بيستخدمها في التسخين، والسهريج بتاعه اللي هو عامله تحت الارض، وده بيكون عامل شبه السخان علشان يسخن المية والناس توصل لهم المية السخنة على طول. فيوجين بيحذره بيقوله ان السهريج ده هو السبب في الهزات، بس فيريون بيقوله ده امان يا باشا ولا تقلق. وبياخدوا الاله اللي هيطلع عليها النتائج الاختبار وبيرجعوا لريبانزل اللي بيكون شعرها شبه قرب يشيل، وبيقعد يوجين يحذر ريبانزل وبيقول لها احنا لازم نمشي، بس هي بتقول له انا مش همشي قبل ما اخلص كل الاختبارات. وبيرجع فيريون للقبو علشان يصلح السهريج، بس بتقع الماده الكيميائيه على الارض ودي هي المسؤوله عن التفجيرات اللي بتحصل، فبتحصل هزات ارضيه بتكون جامده جدا. ويوجين بيحاول بكل قدرته ان هو يوقف الاله وينقذ ريبانزل، بس للاسف المكان كان هيقع عليهم هما الاثنين. فكاساندرا بتقول له اهتم انت بالاميره وانا هروح انقذ فيريون. ولما بتوصل له بتلاقي ان فيريون مش عايز يسيب السهريج وهي عماله تشد فيه، بس فجاه في حاجه بتقع فوق دماغهم، وكذلك الاميره ويوجين، المبنى بينهار فوقيهم، بس فجأة بيطلع نور والنور ده بيزيد، وبنعرف بعد كده ان ده شعر ريبانزل اللي رجع ينور تاني وانقذها هي ويوجين.
وبرضو كاساندرا وفيريان بيطلعوا عايشين، بس ابو فيريان بيجي وبيزعقله علشان دي مش اول مره يعملها، وكمان عشان هو كان هيدمر المدينه كلها. وريبانزل بتقول يوجين ان هي مش هتخبي عليه حاجه تاني، وبتقوله ان شعري مرجعش لوحده كده، ده انا وكاساندرا خرجنا امبارح لمكان الزهره اللي امي شربتها وهي حامل، وفجاه شعري رجع تاني. فيوجين قال لها انا كنت متاكد ان هو مرجعش لوحده كده، ما تقلقيش يا ريبانزل سرك كبير. وهما ماشيين ريبانزل بتقوله انا نسيت اقولك على حاجه مهمه، واحنا هناك كانت في احجار سودا بتمشي ورانا، بس اول ما بعدنا عنها ما بقتش تيجي ورانا. بس بعد كده المخرج بيبين لنا ان الاحجار السوداء لسه موجوده. واول كومنت معانا من عدي، ويا ريت يا جماعه ندعي كلنا لابن عمه ان ربنا يرحمه ويغفر له. وتاني كومنت معانا من بنوته جميله اسمها خديجه ومن الجزائر، وبحيي اهل الجزائر لان هم بقوا كتير عندنا في القناه بسم الله ما شاء الله، وبحبك قوي يا خديجه. والكومنت اللي بعده من حبه خريف، انا بحبك قوي يا قمر اللي انت بتعلقي كتير، بس انا مش عارفه اسمك الحقيقي ايه. والكومنت اللي بعده من فيلوبيتر، وقلت اسمك اهو مش عارفه صح ولا لا، بس قلت اسمك.